ثلاث عبادات جميلة محتاجها أنت بشدة تنجيك في زمن الأمراض والأوبئة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث عبادات أنا بقترح عليكم تحافظوا عليهم كل يوم وتعملوهم كل يوم، وعبادات سهلة وعبادات جميلة وعبادات تخلي قلبك يقرب من ربنا وتخلي ربنا يحميك ويحافظ عليك في هذا الزمن وفي وقت الأمراض والأوبئة. العبادة الأولى الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. لا يمكن تعمل صدقة إلا وربنا يحميك بسببها. ليه ما تتصدقش كل يوم؟ مش لازم تكون الصدقة مبالغ كبيرة، ممكن حاجات بسيطة جدا بس تحافظ عليها، تحافظ عليها بنية إن ربنا ينجيك وبنية إن ربنا يحفظك ويطهرك. دي أول عبادة، عبادة حافظوا على الصدقة يا جماعة. العبادة الثانية ذكر الله. على قد ما تذكر ربنا، على قد ما مقامك عند الله يعلو ويعلو. تذكر ربنا وتخلي نفسك ورد ذكر كل يوم، تحافظ عليه كل يوم، ما تسيبوش أبدا. والذكر دون هو سر الحماية وسر الحفظ وسر الصلة بالله ومحبة الله في قلبك. حاجة التالتة والعبادة التالتة والأخيرة هي عبادة قيام الليل، ركعتين بالليل، ركعتين بعد العشاء لغاية وقت الفجر. وكل ما قربت من التلت الأخير من الليل يغلو عند ربنا قوي، ويا سلام لو دعيت فيهم. أصل ربنا يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ينادي: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه. تخيل وأنت واقف بين يدي الله وبتقول له: نجيني ونجي ولادي واصرف عنا هذا البلاء والوباء. تلت عبادات سهلين وجمال وتقدر تعملهم في وقت قليل: الصدقة، الذكر، قيام الليل. حافظ على التلاتة دول، ربنا ينجيني وينجي ولادنا ويصرف عنا هذا البلاء ويصرف عنا هذا الوباء. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.